فالجهه اليسرى استلم ادي التمريره في جهه اليمين عند سمير فكري مع ميدو يلعبها الثاني لفخر الدين كره تعدي لمروان الله 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 صاروخيه صاروخيه تغرد في الشباك مع الدقيقه 49 اخيرا الثالثه تبت يا مروان الثالثه تبت يا مروان الثالثه تبت اتحرك الشباك الثابته الشباك اتحركت اخيرا غردت واستجابت وحنت والكره في الشبكه رنت لمروان حمدي يوقع الهدف الثاني للمصري البورسعيدي من صناعه رائعه ومن هجمه مرتده منظمه يقودها سمير فكري تتلعب لفخر اتحضرت على طبق من فضه لقدم من ذهب اسكنت الكره في الشباك بسرعه وبقوه يصعب التصدي خطا من قلبان دفاع خطا من احمد عماد ومحمود صابر لكن التحضير يا جماعه التحضير نسبه التهديف والمساهمه ما بين فخر الدين بن يوسف ومروان حمدي